هل من الممكن تحذف كورة على الحيطة وتعدي الناحية التانية؟ لا مش كده، لكن في الميكانيك الكم ده ممكن. تعالوا الأول نتكلم عن الطبيعة المزدوجة للجسيمات في مفهوم ميكانيكا الكم، واللي بتقول إن كل جسيم يمكن وصفه كموجة وكجسيم في نفس الوقت، يعني ليه مواصفات الجسيم اللي بتتمثل في الكتلة وفي نفس الوقت ليه مواصفات الموجة اللي بتتمثل في التردد والطول الموجي. والمبدأ ده بيوضح لنا عكس المبدأ الكلاسيكي اللي بيقسم الحاجات لموجات وجسيمات زي ما أينشتاين افترض، لأنه أحياناً بيشتغل كجسيم وأحياناً بيشتغل كموجة وأحياناً بيكون جسيم وموجة في نفس الوقت. بعد اكتشافه ان الفوتونات تقدر تسبب تهيج للالكترونات، واللي كان بداية اكتشاف خلايا الطاقة الشمسية، لاننا في المبدأ الكلاسيكي بنستخدم كل مبدأ لوحده، ولكن لما جينا نفصل حركة الضوء لقينا ان فصل الحركة الموجية عن الحركة الجسيمية مش بيفسر طبيعة عمل الجسيمات، لكن لو جمعناهم سوا ممكن ينجحوا في تفسيرها، عشان الضوء بيتحرك زي الموجة في بعض الاوقات وبيتحرك زي الجسيمات في اوقات تانية. لو الضوء بيتصرف كجسيم في بعض الاحيان وكموجة في أوقات تانية، ولو افترضنا أن الطبيعة متماثلة يبقى ممكن الجسيمات تتصرف كجسيم في وقت وموجة في وقت تاني. وده اللي افترضه ديبروجلي سنة 1924 لما ربط الويف لينس بالمومنتم والطاقة بالفريكوينس. بس ليه الإلكترونات والبروتونات بتتصرف زي الجسيمات في بعض التجارب، لكن في تجارب تانية بتتصرف زي الموجة؟ حاول بور سنة 1927 في مبدأ التكامل أنه يشرح الطبيعة المزدوجة دي، فقال إن شكل تصرف الموجات والجسيمات في علم الكوانتم موجودين سوا، وبيتم ظهور نوع التصرف اللي بتسلكه المادة بعد اختيار نوع التجربة اللي هتقضي على الجسيمات فيه. اكتشاف الكوانتم تانلينج. لاحظ هوندن سنة 1927 إمكانية حصول التانلينج خلال حساب الجراوند ستيت انرجي في الدبل ويل بوتنشال، نظام فيه حالتين منفصلتين لجسيمات، مادتين ليهم نفس الطاقة وبيفصل ما بينهم البوتنشال بارير، حاجز جهد اللي عبارة عن حاجز بقيمة جهد ثابتة، ولازم عشان أي جسيم يقدر يمر من خلاله بتيار متدفق لازم يمتلك الجسيم ده طاقة أعلى من طاقة الحاجز. في نفس السنة نوردايم لاحظ حدوث ظاهرة التانلينج مرة تانية لما كان بيدرس انعكاس الإلكترون من على مجموعة من الأسطح. في خلال السنوات القليلة بعد عمل نوردايم استخدم أوبنهايمر بنجاح التانلينج لحساب معدل الأيونيزيشن للهيدروجين، وبعدها بفترة بسيطة دراسات عالم اسمه جارناو بالإضافة لعلمين هما جورني وكوندون قدروا يشرحوا مدى معدل تحلل أشعة ألفا للأنوية المشعة الراديو أكتف نيوكلاي. تعريف الكوانتم تانلينج: هي ظاهرة ميكانيكية كمية واللي فيها بيختفي احتمال ظهور الجسيمات دون الذرية من جانب واحد من البوتنشال بارير وتظهر في الجانب الآخر ليه بدون ظهور أي تيار محتمل بداخل الويل اللي هو عبارة عن حاجز بقيمة جهد ثابت. لا يتم التنبؤ بالكوانتم تانلينج من خلال قوانين الميكانيكا الكلاسيكية عشان بيتطلب التغلب على البوتنشال بارير. بالاعتماد على النظريات الخاصة بالميكانيكا الكلاسيكية كان مفترض يستحيل ان الاختراق ده يحصل. الحاجز ده ممكن يكون وسط غير منفذ ماديا زي عازل او فراغ او منطقة ليها طاقة جهد عالية. طبيعة الكوانتم تانلينج: زي طبيعة فيزياء الكم التانلينج برضو يبدو انه له علاقة بالحياة اليومية، ولكن هي عملية اساسية طبيعية ومسؤولة عن حاجات كتير الحياة نفسها بتعتمد عليها، وتم افتراض ان بداية الكون حصل بسبب حدوث تانلينج، واللي بيسمح للكون للمرور من خلال حالة ملهاش اي شكل هندسي مميز لحالة اللي فيها الوقت والمكان والمادة والحياة ممكن يتوقع. التطبيقات: التانلينج بيحصل مع وجود بارير بسمك من 1-3 نانومتر، وممكن نستخدم سمك اصغر من ده كمان، وبيكون السبب في حبة ظواهر فيزيائية مهمة. فعلى سبيل المثال عملية التانلينج بتسبب تسرب الالكترونات، واللي بتحصل في الالكترونيكس VLSI او Very Large Scale Integration، واللي بتسبب حدوث تسرب للطاقة وزيادة درجة الحرارة اللي بتحصل في الأجهزة المتنقلة زي الموبايل، وتعتبر المستوى الأقل لكيفية صنع رقائق الكمبيوتر الصغيرة. التانلينج هي ظاهرة بيتم استخدامها لبرمجة الفلوتينج جيتس للفلاش ميموري، واللي بتعتبر واحدة من أهم الاختراعات اللي شكلت لنا الإلكترونيات المستهلكة في 20 سنة اللي فاتت. سكانينج تانلينج مايكروسكوب: الSTM تم اختراعها بواسطة هاينريش رورر وجيرد بينينج، واللي بتسمح بتصوير ذرة واحدة من سطح المادة. تستخدم العلاقة ما بين الكوانتوم تانلينج مع المسافة. لما نقرب راس إبرة الSTM من سطح موصل عنده بايز فولتج، وهي كمية طاقة الجهد اللي الجهاز بيحتاجها علشان يقدر يشتغل، وبقياس تيار الإلكترونات اللي بيحصل لها تانلينج ما بين الإبرة والسطح، نقدر نقيس المسافة ما بين الإبرة والسطح باستخدام قضبان عندها خاصية البيزو إلكتريك
واللي هي عبارة عن خاصية لبعض المواد اللي بتسبب تغير في حجم المادة في وجود تيار كهربي، واللي بتغير حجم القضبان لما بنطبق عليها الفولت، فيسبب تعديل في ارتفاع السن فيحافظ على التيار اللي بيحصل له تانلين عند قيمة ثابتة. نقدر نستغل قيم الفولتج اللي بتتغير مع الوقت واللي بيتم تطبيقها على القضبان واستخدام القيم دي لتصوير سطح المواصل. الـ STM بتصل لدقة 0.001 نانومتر أو 1% من قوة الذرة. بيشتغل الـ STM عن طريق مسح سطح المادة باستخدام بروب لتوصيل كهربي عادي، واللي عبارة عن جهاز يقدر يقيس محتوى الأيونيك كونتاكت في المادة عن طريق قياس توصيلها الكهربي، وبيتم تمرير تيار كهربي من خلال سن البروب، وبيحصل تانلينج للتيار خلال فجوات موجودة في المادة، وكل ما يزيد اتساع الفجوات في المادة أو تضيق التيار الناتج عن التانلينج يبقى أصغر أو أكبر. وباستخدام البيانات دي هنقدر نتخيل صورة منفصلة بشكل لا يصدق عن السطح ده، بحيث إننا نقدر نشوف نتوءات السطح الناتجة عن الذرات، وده قدر يوصلنا إننا نفهم طبيعة الأسمحة الكيميائية والفيزيائية. فلاش درايفز. بيتم تخزين المعلومات على الفلاش درايفز في شبكة من الميموري سيلز، واللي بتتكون من الفلوتينج جيتس أو الترانزستور، وبتتكون دي من بوابتين معدنيتين كنترول جيت وفلوتينج جيت، والفلوتينج جيت بتكون في وسط طبقة عازلة من معدن مؤكسد. الفلوتينج جيتس في حالتها الطبيعية تسجل الرمز 1 في الباينري كود، لكن لما توصل إلكترون للفلوتينج جيت بتبقى محاصرة في طبقة الأكسيد، بتسبب تغيير في الجهد الخاص بالكنترول جيت. الترانزستور في الحالة دي بيسجل 0 في الباينري كود، ولما البيانات بتتمسح من الفلاش ميموري بيتم توجيه الشحنة الموجبة القوية على كنترول جيت، تسبب حدوث تانلينج للإلكترون المحاصر من خلال الطبقة العازلة دي، وبيرجعها إلى الحالة 1 تاني. الانصهار النووي في النجوم. الكوانتوم تانلينج هو ظاهرة ضرورية للانصهار النووي في النجوم، ودرجة الحرارة داخل النجوم مش كفاية بشكل عام للسماح لنواتج الذرة للتغلب على الكولن بارير والوصول للانصهار النووي، لكن الكوانتوم تانلينج بيزيد احتمالية اختراق الحاجز ده. وعلى الرغم ان الاحتمال ده لسه قليل، بس العدد الكبير لأنواع الذرات اللي في قلب النجم كافية للحفاظ على حدوث تفاعل دمج منتظم لمدة مليون او بليون او تريليون سنة، وكشرط لتطور الحياة في المناطق الصالحة للسكان. نقدر نقول ان شمسنا هي افضل مثال على تأثير النوع ده من تأثيرات التانلينج. تانل جانكشن. نقدر نعمل حاجز بسيط عن طريق فصل اثنين من الموصلات مع عازل رؤيئ جدا، والحواجز دي بتشتغل على انها تانل جانكشن، واللي دراستها تتطلب فهم الكوانتم تانلينج. جوزيف سون جانكشن استخدم مزايا الكوانتم تانلينج والتوصيليه الفائقه السوبر كوندكتيفيتي لبعض اشباه الموصلات دي عشان يتولد تاثير الجي اوزيبسون، واللي بيسمح بتوليد تيار كهربي بدون وجود لفرق جهد، وبيتم استخدامها برضو في القياسات الدقيقة للفولتات والمجال المغناطيسي، وكمان في الخلية الشمسية متعددة الوصلات.